مرت الأيام وأنا مثل اللي مربط، مش عارفة شو راح يكون مصير ابني، ولا ملاقي شيخ كويس يقرأ عليه. وبيوم إجت صاحبتي زيارة علي، ولما عرفت بموضوع عمر حكت لي: على فكرة أنا بعرف شيخ من السعودية، بحكوا له الشيخ أبو عبد الرحمن، إذا عنده مس أو أي إشي ببين مع الشيخ، ولحسن الحظ هو حاليا موجود بالأردن، فشو رأيك تشوفيه؟ حكيت لها على طول، وبالفعل ما كذبنا خبر، طلعت أنا وياها على الفندق اللي موجود فيه الشيخ وخبرناه عن كل إشي بيصير مع عمر. فقال: خلص وصلتوا، أعطوني عنوان بيتكو وأنا رح أجيكو على البيت. وبالفعل والله ما قصر، ثاني يوم إجا علينا هو وصاحبه، وتخيلوا شو صار وهو يقرأ على عمر. لما بلش الشيخ يقرأ عمر كان قاعد، وفجأة قام صار يركض بالغرفة ويدخل تحت الكنبايات وقلب الغرفة كاملة. الشيخ لما شاف وضع عمر وقف قراءة. أم عمر، إذا حكيت لك إنه ابنك ما في إشي فأنا بكذب عليكي، ابنك بده شغل. طيب والحل يا شيخ؟ فحكالي: إذا ظل ابنك على هاي الحالة فلا أنت ولا بناتك ولا زوجك راح تسلموا من أذاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنت كل ما أتواصل مع شيخ يجي يقرأ عليه ولكن ما يستفيد عمر أبدا. المهم روح الشيخ وصاحبه من عنا، وأول ما طلعوا عمر إجا يركض علي: أنت شو بدك مني؟ ليش بتجيبي لي شيوخ؟ وصوته يا الله ما كان صوت ابني اللي بعرفه. أنت ليش بتجيبي لي شيوخ يلي ما بتخافي الله؟ حكيت له: هسا أنا اللي ما بخاف الله؟ آه، ليش بتظلي تجيبي لي شيوخ؟ والله والله إذا بتظلي تجيبي لي شيوخ إلا أحرق لك الدار. أنا بس قال هيك أقسم بالله إني خفت منه. مرت الأيام ليوم ما إجا عرس ابن عمه، واسمعوا شو اللي صار. يوم العرس قمت لبست البنات ولبست عمر، وأنا ألبس بعمر صرت أحكي له: والله يا عمر إذا بتعمل مشاكل إلا أزعلك، وإنت صاير مش كويس وإنت مش حبيبي. فاتطلع علي مثل هيك وحكالي: مش حاب أزعلك، ولكن لا تظلي تسبي علي، بلاش أزعلك. لا 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 مستحيل، مش ابني ولا هذا حكي، ولد عمره 6 سنوات. المهم لبسته وطلعنا، ولما وصلنا حكالي: خليني أروح مع أبوي مع الرجال. لا ما في روحة مع أبوك، خليك معي. حكالي: خليني أروح معه أحسن لك. لا يا حبيبي يا عمر خليك معي. المهم بلش العرس والكل كان مبسوط. مرت أول ساعة بالعرس وتليفوني كان بالشنطة. المهم مسكت الشنطة وطلعت منها التليفون، لقيت فوق 5 مكالمات من دار جيراننا. فلسه بدي أرن عليهم، فجأة وصلتني رسالة: أم عمر الحقي، بيتك بيحترق. خبرت الكل وكلنا رحنا نركض، ركبنا السيارات ورحنا على البيت. ولما وصلنا المنظر ما كان بنوصف، النار ماكل البيت بالكامل واللهب بيطلع من الشبابيك. وصلوا الدفاع المدني وصاروا يطفوا بالنار، ويا الله كل ما يحاولوا يطفوا بالنار تطلع بزيادة. المهم بعد تعب ومجهود كبير منهم الله يعطيهم العافية قدروا يطفوا النار. بعد ما طفوا النار دخلنا على البيت ولقينا انه النار ماكلة كل إشي تقريبا، والغرفة اللي كانت مخصصة لعمر كان فيها حروق جدا خفيفة، وخزانة عمر النار ما قربت عليها أبدا، حتى إنه الدفاع المدني ما لقى أي سبب مقنع لحرق البيت، لا جرة غاز ولا كهرباء ولا كان في أي سبب مقنع. هذاك اليوم بعد ما اطلعت على البيت بس واقفة وببكي وبطلع على عمر، بس بطلع عليه وبحكي: يا رب حل من عندك، خلص أنا عجزت، يا رب أنت شايف الحال وعارف، وهاي بيتنا كمان احترق وما إلنا مأوى ولا ملجأ من بعدك إلا هالبيت. المهم وأنا واقفة وببكي وبفكر بالوضع اللي وصلنا له، إجا علي أبو عمر وحكالي: استهدي بالرحمن، إن شاء الله كل إشي بتعوض وبرجع مثل ما كان، بس اليوم خلص خلونا نروح ننام عند دار أخوي. وعمر لما سمع إنه راح ننام برا البيت انقلب 180 درجة، صار يصرخ بصوت عالي والصوت كان جدا مخيف، والصوت كان مش صوت ابني عمر، وكان بده انه ما نطلع من البيت ابدا. وطبعا ابوه كان رافض وقال: يلا جهزوا حالكو، راح اليوم نروح ننام عند دار عمكو. وعمر وضعه ابدا مش طبيعي، بنط وبصرخ ما بده يطلع من البيت. انا لما شفت وضع عمر هيك حكيت: ابو عمر خلص بعيننا الله على هالليلة، هاي غرفة عمر يعني كويس ما فيها حروق كثير، خلص بننام فيها. وبالفعل نمنا وصحينا عليه كالعادة على موعده على الساعة 2:10. طبعا أنا صحيت على صوته اطلعت عليه ولكن
كان نايم بفراشه، ولكنه وهو نايم كان بحكي وبيقول مش أنا اللي عملتها، لا أنت اللي عملتها، لا أنا اللي عملتها، وكأنه بتناقش مع حدا بخصوص حرق الدار. وشوي شوي سكت ورجع نام. طبعا أنا حطيت راسي على المخدة وببكي بدون صوت على الحال اللي وصلنا له وعلى اللي قاعد بصير مع ابني عمر. شوي شوي وخفيت. وثاني يوم مباشرة اتواصلت مع الشيخ السعودي أبو عبد الرحمن وحكيت له كل إشي بصير مع عمر، وحكيت له إنه الدار انحرقت، أم عمر ابنك إذا ما تعالج حالته راح تصير أسوأ أكثر، طلعوا لي إياه على السعودية. وبالفعل أخذنا عمر وطلعنا فيه على السعودية على مكة. هناك لقينا أبو عبد الرحمن واستقبلنا ويا أهلا وسهلا وحياكوا الله، وقال رح نأخذه على شيخ كثير كويس وإن شاء الله الشفاء رح يكون على إيده. رحنا عليه وشرحنا له كل إشي بيعمله عمر، اطمنوا أنا هسا رح أقرأ عليه وإذا كان عنده مس أو سحر أو أي إشي رح يبين معي. بلش يقرأ عليه قرآن واللي صار ما كان متوقع أبدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يقرأ عليه بلش عمر يصرخ ماما راسي ماما راسي، وكل ما يشكي من راسه الشيخ يزيد قراءة ويشربه مية زمزم، وكل ما يقول بدي أستفرغ يرجع ويشربه مية زمزم، وظل يصرخ من وجع راسه ويستفرغ لحد ما هديت أموره. أم عمر خلص هاي وضعه تمام والحمد لله، خلص من هون وهيك راح يرجع عمر تبع زمان. طبعا يا الله كمية الفرحة اللي كنت فيها والله ما بتوصف، خلص ابني رجع طبيعي وأموره رجعت تمام، يا ربي لك الحمد وشكرا يا شيخ، والله يجزيك الخير على اللي عملته ورجعت لي ابني طبيعي، وكنت مبسوطة بعد كل العناء والعذاب اللي تعذبته مع عمر، ولكن هسا خلص الحمد لله. وأعطاني الشيخ آيات وحكالي هذول الآيات فيما لو رجع عمر وعمل إشي بتقرأيهم. أخذت الآيات والله يسعدك يا شيخ ويجزيك كل خير، وطلعت من عنده. جهزنا أغراضنا وروحنا من السعودية على الأردن وإحنا جدا مبسوطين. ولما وصلنا على الأردن كانت فترة مساء، دخلنا أغراضنا وبلشوا أهلي وأهل زوجي يجوا علينا حتى يطمنوا على عمر. ولما عرفوا اللي صار كان الكل مبسوط وفرحانين وسهرانين مع بعض وقاعدين بنضحك والأمور تمام التمام. وعلى الساعة 11 بالليل قالوا يا جماعة الخير خلص انتم مروحين من سفر، يلا ناموا وارتاحوا واحنا بدنا نطلع. وبالفعل طلعوا وهم على الباب ألف سلامة على عمر والحمد لله انه رجع طبيعي وخلصتوا خلص وان شاء الله ما راح تشوفوا شر، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام الله معكم. سكرت باب الدار وانا ميت تعب وبس بدي انام. فرشت للأولاد ونيمتهم وأنا حطيت راسي ونمت. وعلى الساعة 2:10 ماما 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 قومي قومي بسرعة بده يقتلك. بسم الله عليك يا عمر شو مالك؟ ماما اتخبي هيو وراكي وراكي بده يقتلك. صحي أبوه علي حكاله وينه يا أبا وينه؟ هيو وراكو بده يذبح أمي بده يقتلها ويقطع راسها. طبعا إحنا هون عرفنا إنه عمر أبدا ما تعالج. قام أبوه من الفراش مسك بشكير وصار يضرب بالمنطقة اللي بيأشر عليها عمر، صار يضرب بالهواء وأنا قاعدة بالفراش ببكي لأنه عمر ما تعالج وبنفس الوقت ميت خوف. شوي شوي عمر اطلع على أبوه وهو يضرب بالبشكير بالهواء وصار يضحك. أنت شو قاعد تعمل؟ خلص أسكت أسكت. أنا هون اتذكرت الآيات اللي أعطاني إياهم الشيخ، فمباشرة صرت أقرأ آية الكرسي وأواخر سورة البقرة وغيرها من الآيات. وعمر يصرخ ماما اسكتي اسكتي بده يذبحك، وخواته صحيوا على الصوت وميتات خوف وقعدات بيبكوا. فمباشرة عمر راح يركض على الباب بده يفتح الباب علشان يطلع البنات، وتخيلوا شو صار لما حاول يفتح الباب. أول ما قرب على الباب بده يفتحه فجأة الباب انحكمت تسكيرته، وكأنه 10 ورا الباب واقفين وراه ومسكرينه. حاول انه يفتح الباب صار يدفش فيه ولكن بدون فايدة، ومن صوت صراخ البنات وعمر وصوت ضرب أبو عمر على الباب الجيران فزعوا علينا. وأنا جوا بقرأ قرآن سمع صوت الجيران قاعدين بينادوا أبو عمر شو في عندكو، وأبو عمر بحاول يفتح بالباب وبكل قوته بدفش فيه ولكن على الفاضي، وفجأة انقطعت الكهرباء. عمر أبو عمر يا بنات وينكو؟
طبعا أنا ما كنت شايفة ولا إشي، والخوف كان مقطع قلبي. فمباشرة قعدت أدور على التلفون بالعتمة، وأول ما مسكته مباشرة شغلت الفلاش. طبعا يومها يا الله، والله الخوف اللي كنت حاس فيه ما بنوصف. شغلت ضوء التليفون وبدي أشوف شو صار مع البنات، لأنهم من الخوف كانوا يصرخوا بشكل هستيري. وأسمع أبو عمر وهو بدفش بالباب، وعمر واقف وساكت، وشوي شوي بلش يأذن الفجر، وأبو عمر صار يعيد ورا الأذان ويقول الله أكبر عليك إن كنت جني أو شيطان إنك تطلع من هالبيت. وفجأة الكهرباء رجعت والباب انفتح، فمباشرة طلعنا من البيت نركض على الحوش، وهناك لقينا جيراننا كلهم متجمعين بالحوش على صوتنا. شو في يا أبو عمر، شو في عندكم، صوتكم عبي الحارة. طبعا والله كانت ليلة لا توصف، من الساعة 2:10 للساعة 4:30 وإحنا نصرخ ومش قادرين نطلع من البيت، ولا اللي برا قادرين يدخلوا علينا. وبهذيك الليلة أخذت قرار كان حاسم بحياتي. أبو عمر، أنا هاي الدار يحرم علي أظل ساكن فيها، أنا ما رح أخسر بناتي وأخسر ابني علشان نسكن ببيت رخيص. إذا بدك تظلك ساكن فيها فورقتي توصلني لبيت أهلي. طبعا أبو عمر كان معند وما رضي يطلع من البيت. أبو عمر، إحنا ابننا ضاع وشايف شو الحال اللي وصلنا له، اطلع على ابني، أنا مش عارفة هو جني ولا بشر، ابني ضاع يا أبو عمر، أنا ما رح أعيش أولادي ببيت مسكون. أخذت الأولاد وتركت زوجي وأنا دموعي بعيني، ورحت على دار أهلي، وزوجي كان رافض أنه يسكن عند حدا وكان راضي بالوضع اللي هو فيه، فراحوا خواتي عليه حتى يقنعوه، يا أبو عمر اطلع كيف صار فيك، خلص يا رجل استهدي بالرحمن واطلع من هالبيت، لكنه كان رافض. طبعا أنا كنت حاسة أنه ما بده يطلع من البيت، بس دقارة باللي ساكنين البيت. المهم أنا رفعت إيدي وصرت أدعي، يا رب يا رب أنت أعلم بحالنا، يا رب أنا مش طالب الطلاق بسبب الفقر اللي إحنا عايشين فيه، الفقر أنا بقدر له وما عندي مشكلة برزقي، رزقي أنا راضي فيه، ولكن يا رب أنا طالب الطلاق مشان اللي بيصير فينا وبالأولاد بسبب هالبيت المسكون، يا رب يحل من عندك. بعد ما طلعت من الدار عمر تغيرت تصرفاته بشكل كبير جدا، كان ينام ليله الطويل وما يصحى ابدا، نروح ننام ببيت خالته عمر ما يصحى عادي اموره طبيعيه، لكن بس ننام ببيتنا الولد يكون شيطان. وبعد 3 أشهر من المعاناه الحمد لله ابو عمر وافق انه يطلع من البيت بعد ما اهله ضغطوا عليه، اجا اخذنا والحمد لله استأجرنا بيت جديد. وعمر صح انه بطل يعمل مثل زمان، ولكنه ما رجع طبيعي ابدا، ابني من لما كان عمره 6 سنوات لليوم ما طلع من البيت ابدا، واليوم عمر عمره 15 سنة، وانا خايفة من كلمة حكالي اياها الشيخ قبل سنين، وهي انه رح يرجع يهاجم عمر على عمره 16 سنة، وحاليا عمره 15 سنة. المأساة اللي صارت لعمر بعد هيك، عمر من 2017 للآن، من 2017 للآن ما طلع من باب الدار، بعاني مع عمر يطلع من باب الدار، اللي بيحرق قلبك إنه عمر للآن ما بيطلع من الدار. عمر صار شاب وكبير لكن ما بيطلع من باب الدار، عمره هسه 15 سنة، نفسي أشوفه ويأخذ كتاب يطلع فيه عن المدرسة، ما بيطلع، ما بروح، ما بيجي، حياته يعني مغلقة على شغلات. أنا تمنيت إنه يكون شاب منيح، بس عمر مش شاب منيح، أنا بعرف مش شاب منيح، عقله ما بإذي حدا، بس إنه خلص أنا بقول ابني ما طاب للآن. اللي صار مع ابني يعني كنت أقول لك والله ما يعني طفل، شفت تخيل من 2017 للآن ما يطلعش من الدار، لو باب الدار صعب صح، وابني للآن ما بيطلع من الدار، بعاني مع شعره كنت أقول لك أكثر من مرة، من 20 مرة أنا قصله إياه عشان ما يروحش على حلاق عمامه، حلاقين ما بيرضى يطلع على عمامه، ما بيرضى يطلع على حدا، عمر مش طبيعي للآن. بس أنا بقول لك أخف من أول بكثير، صرت أنا لما أقرأ عليه أحطه بحضني وأقرأ عليه وإشي، بس حزنان عليه، لا بروح مدرسة لا عمر مش مجنون،
عمر بس إنه إيش انطوى على حاله، خاف حدا يعايره بالظروف اللي كان يمر فيها وهو طفل. شوف من عمره 6 سنين للآن عمر بعرفش ولا شاب ولا ولد ولا صاحب ولا حدا، صاحب غرفته بس. وأنا خايف زي ما قال لي الشيخ الأخراني اللي بالسعودية، ابنك راح يرد يرجع يهاجمه بعمر 16 بسن البلوغ. والله والله إني خايف من كلمة 16، عمره هسه 15. والله أعلم، والله يا أحمد، والله والله لو أنا شايف عمر منيح وكويس لبإيدي أودي على المدرسة، بس مش شايفه منيح. عمر لليوم لا زال بيعاني، وضعه ما انحل ابدا. فاللي بيعرف شيخ بيخاف الله يبعث لي، وما يكون الشيخ باخذ فلوس فوضعهم ربنا بيعلم فيه. واذا كنت ما بتعرف شيخ وحاب انك تساعد، فبتقدر تساعد من خلال دعمك لهالفيديو بلايك ومشاركة على صفحتك، وهيك المقطع ممكن يوصل لاهل الخير المختصين بهاي الامور. ام عمر كلها امل فيكوا يا جماعة الخير، فلا حدا يقصر، ولا تنسوا من الدعاء.